رجعنا لكم يا بنات يا حلوات اللي تابعونا في البرنامج بنات. اليوم معانا البنوتة ما شاء الله عليها، قولوا ما شاء الله تبارك الله. أبغاك تقولي اسمك لكن بصوت عالي، يلا. العنود نبيل سعود البداوي. العنود نبيل سعود البداوي. نبيل سعود البداوي، ونعم يا العنود. ايش محضرتنا اليوم؟ اشياء. ايش الاشياء هذه؟ علب. علب انت عملتيها؟ طيب انا ابغاك تعطيني الخطوات اللي حتشتغلي فيها، تمام؟ يلا تفضلي يا العنود، بشر ارفعي صوتك يا بابا، تمام؟ يلا. هذه العلبة؟ زينة. انت تاخذ العلب، العنود تاخذ العلب الفاضية اللي ما نستفيد منها وتعملي منها زينة، صح؟ يلا ابدأي. ابدأي يا العنود. شوفوا. فتحت العلبة في البداية العنود. تمام؟ الله عليك يا العنود. صف كم انت يا بابا؟ ما شاء الله، بس على مهلك يا بابا، ها؟ شوفوا، أخذت الحجر الشفاف اللي جوا، حطت عليه شوية غرة، بعدين ما شاء الله ما شاء الله، أيوة لزقت الأولى وبتاخذ الثانية. طبعا أنتم شايفين في أشكال جاهزة هي جابتها معاها، لكن لو عرضنا الشيء الجاهز ما حتعرفوا كيف اتعمل. فالعنود الآن قاعدة تعلمنا كيف عملت هذا الشكل الجميل والحلو. الله الله، حلو. ايوه الان عملت اثنين، خليني الفها شويه كذا بس عشان يشوفوها. يلا كملي يا بابا كملي عشان يشوفوها. طبعا والعنود قاعده تشتغل على شغلها اللي جنن هذا ما شاء الله. من علمك يا بابا؟ ماما الله يحفظها ويطول بعمرها، قولي امين. ما شاء الله عليها العنود تجنن ما شاء الله عليها. تقول ماما علمتها، تبين اساعدك ولا حاجه؟ قولي بسم الله. ايوه خليني انا اساعدك عشان ايوه اتعلم. ايش رايك اتعلم انا؟ سوي واحدة. أكثر غرة ولا شوية؟ أكثر. طيب بسم الله. طبعا الغرة شوية حار يا بنتي، فانتبهي على يدك. شوفوا يا جماعة، ونحطها هنا جنبها، صح؟ تمام. شوفوا أيوه. هاي يا بابا، وين نحطها هنا؟ جنبها. أيوة الله، شوفوا شوفوا كيف، شوفي أيوة الله الله. طيب العنود كملي يا بابا، بس انتبهي على يدك عشان هذا حار، انتبهي على يدك، على مهلك شويه شويه، نحن مش مستعجلين، نحن حنروح المطبخ وحنرجع لك بعد شويه، تمام؟ تمام؟ شوف خليني اتعلم يا جماعه، على مهلك يا بابا، انتبهي ليدك. لا انا حجي لك بعد شويه، حاخذ تليفون وحجي لك بعد شويه، يلا اعطوني تليفون، خلينا نشوف من البنات اللي ما لحقوا يشاركوا معانا. والعنود شغالة على الشكل الجمالي الحلو، ورينا شوفوا بابا. ها؟ انتبه انتبه، بس لا تكسري غرا يا بابا. ايوه، من اللي معنا على التليفون؟ يلا اعطوني تليفون وحنتكلم عن موضوع اليوم اللي هو التنظيم والترتيب في البيوت. والله يا جماعة بمجرد انك تدخل البيت وهو نظيف وريحته حلوة، يا الله كذا نفسيتك تنشرح، وتخيل تدخل البيت وهو مكركب وحالته حالة، على طول اكتئاب. اكتئاب اكتئاب، صح يا غلا؟ انت غلا ولا مين؟ ها؟ قولي. بشرى. هلا. كيف حالك يا بشرى؟ طيبة. يلا علميني، ايش رايك باللي عملوه البنات اليوم؟ غلط. غلط، طيب بصراحة، تمام؟ نتكلم بصراحة؟ ايه. انت كيف في البيت؟ منظمة ولا مكركبة الدنيا؟ يعني منظمة شوي. يعني شوي، يعني حوستك وين؟ حوستك في الغرفة ولا؟ في الغرفة. في الغرفة أكثر شيء. طيب تعتمدي على أحد إنه يرتب لك غرفتك؟ لا. أنت اللي ترتبيها؟ إي. طب صراحة نفسيتك لما تكون غرفتك مرتبة ونظيفة وريحتها حلوة، كيف؟ أرتاح يعني. الله، ترتاح، ترتاح. طيب أنا حروح للسؤال مباشرة، ليش بعض البنات ما يعترفون لا بالتنظيم في الوقت ولا في الأغراض؟ عندك أربع خيارات بتظهر على الشاشة، اختاري واحدة منها. أنا بمسك لك يا بابا، وأنت خذي راحتك. يلا. يا رب. أي الخيارات ومين من البنات اللي اختارتها؟ خليك تطلع الشاشة. أبشري، خليني أقول لك إياها كمان. تتوقع البنت إنها مثالية زايدة، هذا واحد. اثنين، تخاف من استهزاء الناس عليها. تتوقع إنه لا يوجد فرق بين التنظيم وعدمه. أخيرا، قلة الوعي والمعرفة. رقم واحد. ايوه.
لانا. رقم واحد لانا، حلو حلو حلو، شكرا يا بشاير. برجع انا للعنود اشوف، شوفوا الشكل يا جماعه، حتى الان العنود ماشيه تمام تمام، شوف الشكل ما شاء الله تبارك الله، حلو حلو العنود عملت الشكل حتى الان. طبعا حتكمل كل العلبه حتكملها. تفضل يا بابا، الله يحفظك ويطول بعمرك ويخلي لك ماما، ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. هذا طبعا هذا الشكل، هذا الشكل الجاهز تمام. انت حتكملي هذا لان حاخذها لي هديه تمام، اخذها هديه عادي. هذا الشكل طبعا شوفوا جاي كيف جميل. ممكن ايش ممكن يحطوا فيه عنود؟ خليك لا 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 تبدا بمسدس، كلميني الحين عشان لا. ايش ممكن يحطوا هنا غير الورد؟ ها اي شيء، ورد، اقلام ممكن، ها اقلام، اي حاجه ممكن تحطوها في المكان هذا. ممكن تجمع بكلاتك وشباصاتك مثلا في المكان هذا، بلاش تضيع، بلاش تدور للبكلة بعدين تحت الغسالة وبكلة في الثلاجة و... خلاص أنا معصب اليوم، ما أدري إيش فيني. تمام. عنود أنا باخذ واحدة هدية صراحة البيت، والله عجبتني تمام. وهذه واحدة ما شاء الله تبارك الله، شوفوا شوف الورد كيف جاي مع الشكل الجمالي الحلو هذا، فيها ها؟ وهذه فيها ريحة؟ الله ما شاء الله ما شاء الله، والله يتجنن. يعني حلو انها تكون مثل بدل الفواحات هذه ولا المدري، ممكن تحطوها وتشموا ريحه الورد. الله 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 الله، جميل جميل يا العنود. طيب ها، شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.